ايه طبعا، لا استمعت لجزء من حديث الرئيس دوري، وفي نقاط كثير نحن وياه فيها، وفي بطبيعة الحال يعني عناوين أخرى ممكن يكون في قراءات متباينة لها. طبعا نحن بوضع يعني سيء جدا على كل الأصعدة وعلى كل المستويات. عملية الشلل الحكومي التام والمراوحة القاتلة في مشاورات تأليف الحكومة، مثل يعني العنوان العام يلي او الشعبي اللي بيقول مثل طلعوا على الشجره ومش عارفين ينزلوا من عليها. نعم واضح انه نحن امام مازق كبير. الانهيارات المتتاليه واليوميه اللي عم نشهدها كلبنانيين كل يوم في موقع معين وكل يوم في قطاع معين، يعني تؤكد انه لابد من جهد ما للخروج من هذه الحاله من الشلل الكامل. لا يستطيع لبنان ان يتحمل المزيد، واللبنانيين بطبيعه الحال لا يستطيعون ان يتحملوا المزيد. لذلك تذكر حضرتك المبادره اللي كان يعني اخذها ولي الجملاط، او الحركه السياسيه اللي كان قام بها مع الرئيس بري ومع يعني اطراف اخرين لمحاوله كسر هذا الجمود. للاسف الشديد لم تلقى هذه الخطوات الإيجابية يعني آذان صاغية، ولم يتم تلقفها من الأطراف المعنية بعملية التأليف، من قبل من ونحن لا تحديدا نزال استاذ الآن. رامي؟ مين ما يعني واضح من تلقفها؟ نهاية الأمر، واضح يعني المسؤولين عن عملية التشكيل بشكل أساسي هن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. اليوم المطلوب بشكل كثير أساسي إنه نلاقي طريقة نخرج من هذا المأزق، لأنه الانكسارات اليومية اللي عم نشوفها بالساحة اللبنانية تفشي بمزيد من المخاطر وبمزيد من المشاكل على كل الأصعدة وعلى كل المستويات. على الأقل إذا ألفنا حكومة يستعاد شوي من جو الثقة، ربما يستعيد يعني سعر صرف العملة شيء من قيمته التي هدرت بالكامل خلال الأشهر القليلة الماضية، ويفتح النقاش مجددا مع صندوق النقد الدولي، وتطلق بعض الخطوات الصحية بنتأمل منها، مثلا بقطاع الكهرباء بشكل أساسي، كي يعني نذهب نحو واقع جديد، وإلا سننزل إلى مزيد من الانهيار. أستاذ رامي، عم بيكون في تنسيق بينكم وبين الرئيس نبيه بري بهذه المرحلة، وتحديدا حكوميا؟ لأن منحس في تباين شوي بالآراء الحكومية بين بعضكم، يعني الرئيس بري وأوساط الرئيس بري دايما تتحدث عن عرقلة الثلث المعطل، بينما أنتو يمكن جوكم غير هيك كليا. وهلأ رح نفصل أيضا جو رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط نحن وياك. اولا نحن على تنسيق دائم مع الرئيس بري، سواء أنا التقت الاراء بموضوع التاليف الحكومي او لم تلتقي، بس تلتقي على الاقل بمعزل عن الشكليات او التفاصيل، تلتقي على ضروره تاليف حكومي بشكل سريع، وهذا هو التحرك الاساسي الذي يعني عمل عليه وليد جنبلاط والرئيس بري بكل كل من موقعه في الاسابيع القليله الماضيه. اتصور لا بالعكس في تقاطع ايجابي، لانه ايضا الرئيس بري لا يؤيد الثلث المعطل، ونحن ايضا لا نؤيد الثلث المعطل، والرئيس الحريري لا يريد الثلث المعطل، واتصور حزب الله ايضا لا يؤيد الثلث المعطل، وبالتالي هناك تفاهم وتقاطع ايجابي مع الرئيس بري في هذا الموضوع. الموافقه على فكره المعطل هي ارتهان الحكومة سلف لفريق من الأفرقاء، وبالتالي تعطيل قدرتها على الإنتاج وعلى القيام بالعمل. حتى الأفكار التي قدمها يعني وليد جنبلاط للخروج من الأزمة لم تكن تتضمن الموافقة على الثلث المعطل، أتصور هذا الأمر واضح. بس يعني حتى أوساط الرئيس بري وأوساط الرئيس الحريري بيقول أنه عم نحور وندور ونرجع نعلق بموضوع الثلث المعطل. بمجرد إذا بدنا نفصل طرح الـ24 اللي كان اقتراح النائب السابق وليد جنبلاط، تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين عم بيعطيهم الثلث المعطل لفريق رئيس الجمهورية، وهون هيدي المشكلة اللي دايما عم يحكوا عنها، إن كان أوساط عين التينة أو إن كان أوساط بيت الوسط. أنا حقيقة ما بدي أرجع فوت خصوصا بموضوع تسمية وزراء المسيحيين بالتحديد، يعني لمين يعود هذا الأمر، ولكن أنا بتصور المقاربة يجب أن تكون مختلفة. يا أما بدنا حكومة ونحاول ننقذ البلد، يا أما ما بدنا حكومة ونطلع نصارح اللبنانيين كل واحد من موقعه أنه ما بدنا حكومة، وخلي كل واحد بقوله بالآخر تستمر هالوضع السيء.
بنهايه الامر ما في شيء ما له حل، يعني هناك امكانيات دائمه خصوصا على الطريقه اللبنانيه لتدوير الزوايا، للتفاهم حول افكار معينه، لايجاد مخارج معينه، ولكن ان يبقى الهدف الاساسي والمستمر والدائم هو ايجاد مخرج لهذه الحاله من المراوحه. لانه اتصور بانه من المعيب يعني انه كيف ممكن الاطراف المعنيه بتاليف حكومه تكون عم تشهد هذا التراجع اليومي السريع والدراماتيكي وما يرفل الجفن. هذا كمان ايضا سؤال مطروح بالاخر، لايمتى بدنا نبقى هيك؟ يعني فعلا الوضع اصبح ماساويا على كل الاصعده، وعم نشوف كل يوم بيطلع خبر جديد او مشكله جديده او ازمه جديده. طيب كيف بدها تنحل هالمشاكل كلها سوا اذا ما عملنا حكومة، أو على الأقل بلشنا من مكان معين؟ أنا برأيي عندما تتوفر الإرادة السياسية تولد الحكومة في غضون ساعات. هلأ بدنا نشوف كيف هذا الأمر القوى السياسية تتعاطى معه لحتى نخرج من هذا المأزق المستمر. تخطينا نحن حكومة الـ24، لأن بكلام للنائب السابق وليد جنبلاط عم بيقول أنه الوزير السابق جبران باسيل تخطى طرح الـ24 وعاد وفضل 18. وين نحن فعليا بتأليف الحكومة؟ أي حكومة؟ يعني نحن بالآخر مش معنيين نعبر عن رأي الوزير باسيل أو غيره. نحن يلي عم نقوله إذا طرح الـ24 بشكل مخرج فليكن، هو لا يتضمن ثلث معطل لأي طرف من الأطراف. إذا العودة إلى 18 هي المخرج فليكن، المهم أن نؤلف حكومة سريعا تحظى بثقة الداخل والخارج، تتيح إعادة إطلاق شيء من الإصلاحات، تعيد فتح النقاش مع صندوق النقد الدولي، تبدأ بمعالجة الإشكاليات والأزمات التي تتوالد يوميا، وأهم من هذا كله تعطي رسالة أمل للبنانيين بأن هناك إمكانية لاستلحاق الأمور وعدم السقوط بمزيد من المشاكل، تضع حدا لهجرة الأدمغة وللنزيف اليومي الحاصل في كل القطاعات الطبية والاستشفائية والتمريضية والجامعية. يعني اليوم يوميا نخسر كفاءات لبنانية. صحيح كل عمر اللبنانيين يهاجرون إلى كل أصقاع الأرض، ولكن مش بهذه الكثافة، مش بهذه الإمكانية. نحن عم نخسر الموارد اللبنانية لأنه ما بينلاموا، لأنه اللبنانيين فقدوا الأمل بالغد، فقدوا إمكانية أن يكون لديهم الحد الأدنى من الإطمئنان لأولادهم ومستقبلهم في هذا البلد. طيب بالآخر مين بده يعالج كل هذه الهواجس؟ إذا لم تتقدم تلك القوى التكتلات الكبرى المعنية بعملية تأليف الحكومة خطوة إلى الأمام وتضع حدا لهذه الحالة من المراوحة، عندئذ يعني ستبقى المشاكل تتولد وستذهب باتجاه أكثر خطورة، لأنه عمليا يعني قسم كبير اكثر من نصف الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر، ولبنان يعني لم يشهد ان سبق يعني هذا التراجع على كل المستويات وعلى كل القطاعات في كل تاريخه المعاصر. دائما كان لبنان عنده مشاكل اقتصاديه، ولكن لم نشهد هذا القدر من التدهور على كل المستويات. بنهايه المطاف كيف بدنا نطلع من هذا المأزق؟ الحل الأول مثل ما حضرتك بلشت الحلقة، نطلع لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ومدخلها الأساسي التأليف حكومة جديدة. وفعلا اللبنانيين لا يكترثون، وأنا بعرف تماما شو عم بقول، مين بياخد شو وأي حصة بتتوزع لمين وأي طائفة بتاخد أي وزارة. اللبنانيين بدهم لقمة العيش، بدهم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، بدهم رؤية إلى المستقبل يقدروا يخططوا على أساسه وينظروا إليه بشيء من الطمأنينة اللي أصبحت مفقودة. أستاذ رامي، في تسليم سياسي لأنه نحن رح نستمر لنهاية هذا العهد بظل حكومة تصريف الأعمال؟ يعني هل قد المشهد سوداوي أمام الفرقاء السياسيين؟ يعني هذه بتكون كارثة بكل ما للكلمة من معنى، لأنه حتى حكومة تصريف الأعمال لا تصرف الأعمال، لا تقوم بالحد الأدنى من تصريف الأعمال، وهذه أيضا يعني مخالفة للدستور والمخالفة للقوانين. تستطيع الحكومة أن يعني من دون أن تجتمع بالضرورة، ولكن أن تتخذ قرارات معينة تضع يعني حدود ولو بسيطة لهذا الانهيار المتتالي. وبالتالي إذا كان أي حدا فعلا عم بيراهن أنه نبقى لآخر العهد من دون حكومة جديدة، فهذه يعني مغامرة خطيرة جداً
ونحن بنهاية المطاف يعني الأمور قد تخرج عن السيطرة، لأنه الناس فعلا وصلت إلى مرحلة من الذهول ومن الغضب ومن اليأس يلي بيتطلب فعلا أنه تتحل الأطراف المعنية بالمسؤولية، أنه تترفع شوي. يعني معلش كمان بدي أرجع أكد على نفس الفكرة، القوى المعنية بعملية تأليف الحكومة مطلوب منها تقدم أداء جديد، مقارنة جديدة يشعر فيها المواطن اللبناني أنه فعلا هناك تحسس من قبل هذه الجهات بمخاطر الوضع القائم، يكون في شوية ترفع. معلش مش آخر الدنيا إذا يعني إذا تيار أو حزب أو جهة معينة ما أخذت وزارة معينة، حجم المآزق السياسية التي تتوالد كل يوم أكبر وأعمق وأهم من هذه الإشكاليات التفصيلية بشكل كبير. فلنذهب لتأليف حكومة فيها من الكفاءات ما يكفي للنهوض بالوضع تحت بغطاء سياسي معين، لأنه هذه طبيعة تركيبة البلد، وتنطلق في العمل طبعا مثل ما قلنا من دون أن يكون هناك ثلث معطل لأي طرف من الأطراف، لأنه هذه وصفة تدميرية تولد فيها الحكومة ميتة قبل أن تصدر مراسيم تشكيلها. دايما حضرتك عم تحكي بموضوع أنه مش غلط إذا حدا نتنازل بموضوع الوزارات، ولكن في وزارات أساسية أستاذ رامي معروف مين عم بيطالب فيها، ومعروف كيف عم تطلع أيضا المطالبات ببعض الحقائب، وكيف عم تتنقل من تلت معطل لتسمية لهي الوزارة إلنا وهي الوزارة مش إلنا. وبالتالي بظل الكلام عن اللي عم يتسرب عن موضوع انه بده يحبس الرئيس عون، بده يحبس الرئيس بري ورئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس الحريري وحاكم مصرف لبنان، هذا الموضوع عم بيزيد الخلاف السياسي وعم نشوفه دائما عم يتسرب على الجرايد هذا الموقف. برايك بالنهايه شو الحل رح يكون؟ هل المطلوب من الرئيس الحريري يتنازل عن كل الحقائب الاساسيه اللي عم بيطالب فيها فريق رئيس الجمهورية؟ أنا ما بدي أدخل بسجال لكلام منقول عن يعني رئيس الجمهورية، بتصور في يعني في توازنات بالبلد تاريخية معروفة، ودائما كل التجارب السابقة هو من باب قراءة الوقائع التاريخية وليس من باب التهديد أو التلويح بأي أمر. أي مرحلة كان يحصل فيها مس بالتوازنات التاريخية بالبلد كان يحصل توتر ويحصل يعني قلاقل ويحصل مشاكل كبيرة بالبلد، نحن هلأ بغنى عنها. ولكن بطبيعة الحال أنا لما عم بطلب وعم نقول خلي القوى المعنية بعملية التأليف يعني تترفع بعض الشيء وتمارس السياسي ولو لمرة من منظار مختلف عن منطق يعني التحاصص والتناتش، لأنه فعلا كل هذه المواقع أصبحت غير ذات قيمة. واليوم الدخول إلى الحكومة يعني الحكم والحكومة لم يعد جنة الحكم، أصبحت جهنم مثل ما وصفها يمكن رئيس الجمهورية بلحظة معينة. وبالتالي هذه مسؤولية كبرى مطلوب فعلا من كل القوى السياسية، خصوصا تلك الموجبة بعملية التأليف، لأنه لا يمكن حدا من المشاهدين بده يقول طيب ما أنت بتمثل حزب سياسي كان له دوره وله موقع. صحيح نحن ولا مرة تنكرنا لهذه المسؤولية، ولكن اليوم هي تكتلات كبرى، هي مسؤولة عن التأليف وهي مسؤولة